السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رجالة؟ أخباركم إيه؟ معلومة على الماشي في الإنجليش مع مستر محمد ديب على قناتنا على اليوتيوب وعلى قناة التيك توك. دلوقتي يا شباب عندي ثلاث كلمات شبه بعض، كلمة اسمها اكسبلور، كلمة اسمها انفنت، كلمة اسمها ديسكفر. طبعًا أنت اكسبلور يستكشف. حاجة بتبقى موجودة قدامك أنت عايز تستكشفها. يعني إحنا عايزين يا جماعة اكسبلور ذا سبيس، نستكشف الفضاء. عايزين يا جماعة مثلًا نستكشف المحيط. عايزين نعرف إيه اللي جواه، فيستكشف حاجة خلي بالك يشوف الموجود فيها اسمها اكسبلور يستكشف. طبعا انفنت يخترع حاجه ما كانتش موجوده. جراهام بيل انفنتد ذا تليفون، هو اللي اخترع التليفون ما كانش موجود، هو جاب كام حاجه كده واخترع لنا التليفون. واحد اخترع الموبايل، فالواحد اخترع حاجه. اقول يا جماعه انفنت يخترع، اكسبلور يستكشف بقى، وخلاص احنا قلنا اكسبلور يستكشف، انفنت. طب ديسكفر يكتشف، يعني هي حاجه موجوده ما حدش كان يعرفها، هو اللي اكتشفها. زي ما كريستوفر كولومبوس ديسكفر ذا امريكا، هو اللي اكتشف الامريكا، هي كانت موجوده هو اللي اكتشفها. فانت تخلي بالك، واحد عايز يستكشف الفضاء، واحد عايز يستكشف مثلا غابه قدامه مغلقه كده عايز يستكشفها يشوف اللي فيها، يبقى اكسبلور. المحيط يبقى اكسبلور، وطبعا اكسبلور المستكشف. انفنت يخترع حاجه ما كانتش موجوده، اخترع الموبايل، اخترع حاجه انفنت، وجاي منها انفنتور مخترع، يبقى جراهام بيل انفنتد ذا تليفون. ديسكفر يكتشف حاجه هي كانت موجوده بس محدش كان يعرفها، هو اللي اكتشف امريكا، هو اللي اكتشف الجاذبيه جرافيتي. فخلي بقى يا جماعه من الكلام ده. وفي كلمه اسمها فايند اوت برضو يكتشف، بس فايند اوت دايما تيجي اكتر فايند اوت انفورميشن، يكتشف معلومه، يجد معلومه بتيجي مع المعلومات. فتخلي بالك. The best way to explore the countryside is on foot، افضل طريقه لاستكشاف الريف على الاقدام، اقعد اتمشى كده استكشف الريف اكسبلور. طيب the artificial satellite was invented، القمر الصناعي اخترع، was invented. كريستوفر كولومبوس discovered America، هو اللي اكتشف امريكا. يبقى تخلي بالك، يستكشف اكسبلور، يخترع حاجه ما كانتش موجوده invent، يكتشف حاجه discover. يبقى معلومه على الماشي، حاجه كده بسيطه بنديها لكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع مستر محمد ديب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.